السلام عليكم. طلاب الصف الخامس العلمي راح ناخذ مشتقات الدوال الدائرية عن طريق القواعد بعد ما حلينا الدالة الأولى بالتعريف للسهولة والسرعة. أما الدوال الأخرى راح أشرها تباعا. ثانيا راح استخدم الملاحظات اللي أشرت عليها في الدرس السابق. لاحظ الدوال التالية. جد مشتقات الدوال التالية. الدوال التالية رقم 1 الواي تساوي لنا ساين 4x. هذه هي الدالة، دالة بسيطة راح أشير صور متعددة. نشتق هذه الدالة واي برايم تساوي لنا مشتقة الساين كوساين 4x. مشتقة الزاوية في 4، وهنا يكون فاصلة بيناتهم حتى للطالب يصورها قطعة واحدة. مشتقة الساين هي الكوساين. مشتقة الزاوية لاحظ 4x مشتقتها 4، هنا صار عندنا مشتقة. الملاحظات البسيطة راح أشير لها بألوان أخرى. هاي هي عندنا مشتقة. بعدها ترتيب، راح يصير عندنا الواي برايم يساوي 4 كوساين 4x. تبسيط أو ترتيب، تبسيط أو ترتيب، شو يريد يسمي الطالب؟ اثنين صحيحات، يعني مو خطوة واحدة الحل. هذا المثال رقم 1. مثال رقم 2، الواي تساوي لنا ساين اكس تربيع بهذا الشكل. ساين هنا الزاوية مرفوعة للاس 2. نشتق هذه الدالة الواي برايم تساوي مشتقة الساين هي كوساين اكس تربيع. مشتقة الاكس تربيع هي 2x. لا يجوز الكتاب بهذه الطريقة، نخلي اقواس حتى لا يصور الطالب هنا يضرب الزوايا بعد يطلع لنا زاوية جديدة. هذه الزاوية. إذا هنا مشتقة، بعدها عملية تبسيط، هنا يصير الواي برايم يساوي لنا 2x لاحظ كوساين اكس تربيع. بعد ما الطالب يحتاج في التكامل يكتب الدالة ثم يكتب هنا المشتقة إلى جانبها ويرتب لنا السؤال. هذه الفكرة الأولى اللي موجودة في هذا الموضوع. مثال رقم 3، الواي تساوي لنا ساين جذر الاكس. ساين جذر الاكس بهذه الصورة. راح اكتب امثلة متعددة حتى الطالب يطلع على كل القواعد. هنا نعرف الجذر اولا، حتى لو كان الجذر يمثل شنو هنا؟ زاوية. راح يصير اذا واي تساوي ساين اكس اس نص. لاحظ راح اكتب اذا الملاحظة تعريف الجذر. تعريف الجذر لاحظ بهذا الشكل. السؤال السابق مشتقة زائدا تبسيط، هذه الدالة قبل اشتقاقها ناخذ تعريف الجذر ثم ننتقل الى عملية الاشتقاق. نشتق هذه الدالة، راح يصير عندنا الواي برايم يساوي مشتقة الساين هي كوساين، كوساين اكس اس نص. نشتق الزاوية، الزاوية اكس اس نصر، نصف يسبق الدالة، نطرح واحد من الاسر سالب واحد على 2، هذا من بالنسبة للزاوية، مشتقة الزاوية، هذا اسم مشتقة الزاوية. يترك السؤال على هذا الشكل؟ ابدا، نستخدم هنا القواعد اللي اشرنا لها. القاعدة الأولى، من أكمل السؤال بهذا المكان، راح أحصل الواي برايم تساوي كوساين اكس اس نص. النصف هنا مضروبه في نصف، لاحظ هذا العدد ينزل للمقام، نقدر نكتبه بهذا الشكل، واحد على الاكس اس نص، اصبح اشاره موجبه، الرفع للاسس، يصير الطالب يكتبها واحد على 2 للسهوله اكثر بهذا الترتيب، واحد على 2 بهذا الشكل. الرفع للاسس، الرفع للأسس، بعد ما كمل السؤال يعني، لاحظ واحد على 2، هنا الاكس تنزل المقام، الاعتبار كل هنا المقام 2 عندنا، تنزل بهذا الترتيب،
بعدها تعريف الجذر. راح يصير عندنا الواي برايم يساوي لنا 1/2 جذر الاكس، تعريف الجذر، مضروبه في كوساين اكس مرفوعه هنا جذر الاكس. بهذا الترتيب كل اكس للاس نص معناها جذر تربيعي بهذا الشكل. مثال اخر، مثال رقم 4، الواي تساوي لنا كوساين 1/الاكس بهذا الشكل. هنا الطالب مخير ان يستخدم اما الرفع للاسس يطبق القاعده السريعه، او يستخدم قاعده القسمه بالنسبه لمن للزاويه. يعني اكثر من طريقه، هنا الطالب هو يتحكم بالقواعد، واي قاعده سهله عليه ان يطبقها. راح يكون بهذا الشكل قاعدة الساين، واي تساوي لنا ساين اكس اس نص، راح يصير عندنا الواي برايم تساوي لنا مشتقة الساين هي كوساين 1/الاكس، طبق هنا القاعدة. المقام في مشتقة البسط ناقصا البسط في مشتقة المقام مربع المقام بهذا الشكل. مشتقة الساين هي كوساين، الدالة الزاوية نفسها، ثم نشتق الزاوية عبارة عن دالة كسرية، يصير المقام في مشتقة البسط ناقصا البسط في مشتقة المقام على مربع المقام. هاي واحد في واحد. تبسيط المشتقة راح تكون بهذا الشكل، كوساين 1/الاكس، الاكس في صفر تروح هنا داخل القوس، يصير عندنا سالب 1/الاكس تربيع، 1/الاكس تربيع. بعدها هذا العدد الى الخارج ترتيب، سالب 1/الاكس تربيع، لاحظ كوساين 1/الاكس بهذه الصورة. لحد هنا واضحة. مثال رقم 5، الواي تساوي لنا ساين تكعيب 2 اكس. هنا الدالة مربعة، دالة الساين هي الدالة مربعة. طريقة أخرى للكتابة، أو تكتب بهذا الشكل، أو تكتب بهذا الطريق، واي تساوي لنا ساين 2 اكس القوس تكعيب، معناه التكعيب للدالة وليس للزاوية، التكعيب للدالة وليس للزاوية. طريقة اشتقاق هذه الدالة الناتج هنا تأخذ صورة دالة اعتيادية إضافة إلى دالة دائرية، راح يصير الواي برايم تساوي 3 تسبق الدالة، تعامل معاملة الدالة القوس المرفوع للأس. الدالة للأس ينقص منها 1 ساين 2 اكس، للأس 2، الأس يسبق الدالة، الدالة نفسها نطرح 1 من الأس، مشتقة الساين هي كوساين 2 اكس، مشتقة الدالة، ثم مشتقة الزاوية في 2، لاحظ بهذا الشكل. هنا أخذ صفة دالة قوس مرفوع للأس، ثم صفة دالة دائرية ومشتقة الزاوية، نبسط هذا الناتج، راح الناتج واي برايم يساوي لنا، صار عندنا 2 في 3 6، ساين تربيع 2 اكس كوساين 2 اكس بهذه الصورة. يعني اشتقاق ليس على خطوة واحدة، لاحظ بهذا الترتيب، هناك اشتقاق، هناك تبسيط، هناك ترتيب، هناك تعريف للجذر، هناك الرفع للأسس. هذا بالنسبة لمن؟ للدالة الأولى. الدالة الثانية، رقم 2، الدالة الثانية دي اوفر دي اكس مشتقة الكوساين يساوي لنا سالب ساين، سالب ساين الاكس، مشتقة الكوساين سالب ساين. طريقة الحفظ، كل دالة تبدي بحرف سي يكون الناتج سالبا، كل سي سالب، كل سي سالب بهذا الشكل. الأمثلة والملاحظات، الأمثلة
والملاحظات، الأمثلة والملاحظات. نجد دي واي على دي اكس للدوال التالية، أو مشتقة الدوال التالية. طريقة الكتابة دي واي على دي اكس واي برايم، أي طريقة صحيحة في الكتابة. المثال الأول، الواي تساوي لنا كوساين 5 اكس، هذه هي الدالة. مشتقة هذه الدالة، شير لها بلون آخر، واي برايم أو دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس ساين، مشتقة الكوساين سالب ساين 5 اكس في 5، مشتقة الزاوية بهذه الصورة. بعدها ترتيب السؤال، الناتج سردنا دي واي على دي اكس سالب 5، عدد الإشارة السالبة، لاحظ ساين 5 اكس، هذا المثال رقم 1، اشتقاق زائدا تبسيط او ترتيب. مثال رقم 2، الواي تساوي لنا كوساين اكس كوساين 2 اكس تكعيب، هذه الدالة. طريقة الاشتقاق، دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس، مشتقة الكوساين سالب ساين، سالب ساين الزاوية هي 2 اكس تكعيب، مشتقة الزاوية 3 في 2 6 اكس تربيع، 6 اكس تربيع، 3 تضرب في 2 نطرح واحد من الأس، هذا تخلي داخل القوس حتى احنا ما يصير اشكالات، إضافة إلى وجود عملية الضرب. ثانيا تبسيط السؤال، الناتج ويساوي لنا سالب 6 اكس تربيع، لاحظ الدالة هي ساين 2 اكس تكعيب، هذه هي الدالة الثانية. أمثلة إضافية، راح أمسح الجزء الأول منها أطبق على بقية الأمثلة. مثال رقم 3، الواي تساوي لنا كوساين جذر الاكس، الجذر التكعيبي للاكس، كوساين الجذر التكعيبي للمتغير اكس. نعرف الجذر اولا، الحل اس او ال، الواي تساوي كوساين اكس للاس 1 على 3، تعريف الجذر نقسم الاس على درجة الجذر، هذه القواعد اللي مرت علينا في المواضيع الاولى نحتاجها ايضا هنا في هذه الدالة. تعريف الجذر، تعريف الجذر، نشتق هذه الدالة، صير دي واي على دي اكس مشتقة الكوساين سالب ساين اكس للاس 1 على 3، مشتقة الكوساين سالب ساين، مشتقة الزاوية قوس 1 على 3 اكس، نطرح منها 1، نطرح منها 1 سالب 2 على 3، نطرح منها 1، لاحظ هالشكل. نبسط الناتج، دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس، الناتج يساوي لنا سالب ساين اكس للاس 1 على 3 مضروبه في 1 على 3 اكس للاس 2 على 3 الرفع للاسس. اذا تعريف الجذر، هنا صارت عندنا مشتقه، لاحظ بعدها الرفع للاسس، الرفع للاسس، بعدها تعريف الجذر، تعريف الجذر، راح يصير لنا دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس يساوي لنا سالب، العدد يصير هنا 1 على 3 في الجذر، طالبنا يا جذر عندنا جذر تكعيبي، اذا اكس تربيع، جذر التكعيبي
للاكس تربيع الدالة مال 2 ساين الجذر التكعيبي للعدد اكس. معناها الخطوات اللي نبدأ بها ننتهي بها، هاي قواعد الرياضيات. دالة بالبداية تحتاج تعريف الجذر، تنتهي بتعريف الجذر. تبدأ بتحليل، تنتهي بتحليل. تبدأ بتبسيط، تنتهي بتبسيط، إضافة إلى الاشتقاق والملاحظات الجانبية. مثال آخر، نجمع الدالتين في مكان واحد. مثل عندنا حاصل ضرب دالتين، وهناك أمثلة أخرى موجودة في الكتاب نصاً. هاي الملاحظات الكثيرة اللي قاعد أوضحها الطالب كله يحتاج لها في الصف السادس وليس في الخامس فقط. مثال هذه الدالة، الواي تساوي ساين 3x مضروبة في كوساين 4x، حاصل ضرب دالتين، الدالتين تعودنا على الاشتقاق مالتهم، راح نطبقهم في مكان واحد. دي واي على دي اكس، دي واي على دي اكس يساوي الأولى ساين 3x في مشتقة الثانية، مشتقة الكوساين سالب ساين، سالب ساين 4x في 4. الأولى في مشتقة الثانية، زائدا الثانية كوساين 4x مشتقة الساين كوساين 3x مضروبة في 3. هل يترك السؤال على هذا الوضع؟ أبدا. التبسيط، الناتج يساوي دي واي على دي اكس. لاحظ هنا اوكي إشارة سالب وعدد، سالب 4، سالب 4 ساين 3x ساين 4x، زاويتين مختلفتين ما يجوز تربيع الدالة. أيضا زائدا 3 تسبق الدالة، صار عندنا كوساين 4x كوساين 3x. إذا رتبنا السؤال بعد ترتيب آخر نستفاد من الخاصية الإبدالية، قدم ونأخر. لاحظ هنا مع مراعاة العددين 3 و4 نحصل على قوانين أخرى أيضا بالنسبة للاشتقاق. قد هنا واضح، لاحظ هذه هي قواعد الاشتقاق اللي أشرنا إليها بصورة سريعة. أخذنا دالتين، الدالة الأولى هي دالة الساين، طبقنا عليها التعريف، حصلنا من الاشتقاق، ثم اشتقينا دالة الكوساين، عرفنا أن كل دالة اللي تبدأ بحرف السين تنتج إشارات سالبة إضافة إلى خواص الاشتقاق. من ملاحظات الاشتقاق، الاشتقاق لا يتم عن طريق خطوة واحدة، الطالب هناك في الصف الخامس يحتاجهن، وفي الصف السادس هي القواعد الصحيحة. الطالب إذا ضبط هذا المثال أو القواعد في الصف الخامس ما يحتاج أي دورات في الصف السادس. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.